زمان كنا بنسمع عن الشهداء والقديسين في مدارس الأهل. يمر الزمان والعصر الحديث نشوف الشهداء والقديسين قدام عيننا بيستشهدوا. كنا بنسمع عنهم زمان في الكتب ومدارس الأهل. شفناهم بعيننا وشفناهم هما بيقدموا دمهم ذبيحة للمسيح. فرحانين إن إحنا في وسطيكم وفرحانين إن إحنا جايين نسبح معاكم. بنشكر آباء الكنيسة أولاً وبنشكر باشمهندس رامي على دعوته، والشكر أولاً لربنا طبعاً إن إحنا نيجي المشوار ده كله عشان نقدم حاجة جميلة باسم المسيح. نرنم ونرتل، وكمان بمناسبة الست العذراء وصيامها هنقدم كام ترنيمة برضه ما نسيناهاش عشان تبقى معانا في كل وقت وشفاعتها معانا. في بعض الترانيم من إنتاج الفريق هتسمعوها موجود على البروجيكتور. مره ثانيه احنا فرحانين ومبسوطين ان احنا في وسطيكم النهارده، وناخد بركه الكنيسه وبركه القديسين واسكندريه عمرانه، وطبعا هي مفتاح وباب للكرازه ورمرس الرسول بشر فيها من بوابه اسكندريه. نتمنى ان الترانيم تكوز اعجابكم. فريق شباب المشنوده بيقدم لكم باقه من الترانيم الروحيه، ونقول للخريجين ألف مبروك مقدما على الحفلة. كل سنة وحضراتكم طيبين. Thank you.
Oh,
أمين.
حديد المعصى لوحدي وانا صمت طريق الحب خلت عبدي ما يبني البست طريق الصلب حديد المعصى لوحدي وانا صمت طريق الحب خلت عبدي ما يبني. I'm not afraid.
كل زمان. نطولك ونعزلك يا الله، شفاعتك معانا على طول. هنقول الميد اللي جاي للست العذراء، وبعدها تغنينا شايك في قلبي. شايك في قلبي تتكلم عن الكنيسه، والترنيمه كلها تعني الايمان، الايمان الارثوذكسي المستقيم. معنى يعني ايه كنيسه؟ شايك في قلبي يا كنيسه.